والناس لا يعرفون قدر الماء والمطر ولا سيما في مثل هذا الزمن، لأن وسائل إيصال المياه إليهم مسهلة ميسرة. وذلك نحن في نجد يعني بفضل من الله عز وجل، مع أنها أرض قاحلة وممحلة والمطر فيها قليل، لكن أكرمنا الله عز وجل بهذا البترول الذي به بفضل من الله عز وجل تصل إلينا المياه المالحة ماذا؟ محلاة. فالإنسان يفتح صنبور الماء ولا يهتم، لكن لو لم يكن شيء وإنما عن طريق الآبار لاحتاج الناس. ولذلك قد يقول بعض الناس نحن نستسقي والمطر قليل وما يخرج وما ينزل المطر. أولا هذا بتقدير من الله عز وجل. الأمر الآخر أن الناس يجب عليهم أن ينظروا في أنفسهم ماذا فعلوا في دين الله عز وجل، هل أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات؟ هذا جانب. الأمر الآخر، هل إذا خرج هؤلاء للاستسقاء يخرجون على أنها فقط سنة، تطبيق سنة، لكن هل يصحب ذلك حاجة ملحة؟ ولذلك الأجداد فيما مضى لما لم تكن هذه المياه محلاة تأتيهم كانت النفوس مقبلة على الله عز وجل، لأنهم محتاجون إلى هذا المطر، لأنه إن لم يوجد هلكوا. فكانت قلوبهم مقبلة ويخرجون وهم محتاجون إلى هذا المطر، فتكون الدعوة بقلب مقبل صادق خاشع، لكن بينما نحن نخرج إلى الاستسقاء فقط مجرد أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أننا بحاجة إلى هذا المطر. بحاجة ماذا؟ بحاجة أن الإنسان فقط يستبشر به ويرى الأرض بعدما تخضر وتزدهر. لكن سبحان الله هنا قال فسلكه ينابيع في الأرض. في سورة المؤمنون فأسكنه في الأرض، سلكه ينابيع، وهنا أسكنه في الأرض. كل هذا من أجل أن الناس إذا احتاجوا إلى هذه المياه حفروا هذه الآبار وتوصلوا إلى هذه المياه.